سأفترض بأن موضوع القياسات الكمية الخطية مألوفة بالنسبة لكم. يوجد قياسات كمية ستراها بالشكل النموذجي في معظم دروس الرياضيات، وحتى نتأكد من أننا نعلم ما نتحدث عنه وربما نفكر به بطريقة مختلفة بعض الشيء، دعوني أرسم خط الأعداد، دعوني أبدأ من الصفر. ما سنفعله هو أننا سنقول: انظر، إذا تحركت هذه المسافة هنا، إذا تحركت تلك المسافة إلى اليمين فإن هذا يعادل إضافة 10، وإذا بدأتم من الصفر وأضفتم 10 فإن هذا بكل وضوح سيوصلكم إلى 10، وإذا تحركتم تلك المسافة إلى اليمين مرة أخرى فأنتم تضيفون 10 مرة أخرى وتصلون إلى 20. يمكننا الاستمرار في هذا فنصل إلى 30 و40 و50 وهكذا. وانظروا أيضا إلى ما فعلناه هنا، إذا تحركنا في الاتجاه الآخر، إذا بدأنا من هنا وتحركنا تلك المسافة نفسها إلى اليسار، بالتالي نحن نطرح 10، 10 ناقص 10 يساوي 0. إذا تحركنا تلك المسافة إلى اليسار مرة أخرى فسوف نصل إلى سالب 10، وإذا فعلناها مرة أخرى سنصل إلى سالب 20. فالفكرة العامة هي مهما كانت عدد المرات التي تحركناها فنحن نضيف، أو كم عدد المرات التي تحركناها في تلك المسافة إلى اليمين فنحن نضيف مضاعفات العشرة. إذا تحركناها مرتين سنضيف 2 ضرب 10، وهذا لا يصلح فقط للأعداد الصحيحة بل سيصلح أيضا للكسور. أين ستكون الخمسة؟ حسنا، لكي نصل إلى 5 علينا أن نضرب بـ10، أو بالأحرى طريقة التفكير بها تكون كالتالي: 5 تعتبر نصف العشرة، وإذا أردنا أن نقطع نصف العشرة فقط فعلينا أن نقطع نصف تلك المسافة، إذا قطعنا نصف هذه المسافة سنصل إلى 10 ضرب 1 تقسيم 2. في هذه الحالة يكون الناتج 5، إذا اتجهنا إلى اليسار فإنها ستكون سالب 5، ولا يوجد شيء جديد هنا، دعوني أرسم ذلك في المنتصف، سالب 5. إذا كنت تفكر بالموضوع بطريقة روائية أكثر فإن هذا سيكون مفيدا عندما نبدأ بالتفكير باللوغاريتم، لكن هذا هو خط الأعداد المعروف. إذا أردنا أن نضع 1 هنا سنتحرك بمقدار 1/10 من تلك المسافة، لأن 1 عبارة عن 1/10 من العشرة، إذن هذا 1 2 3 4، يمكنني أن أضع أو يمكنني أن أسمي أي عدد هنا. الآن كانت هذه الحالة عندما نضيف 10 أو نطرح 10، إنه من المنطقي أن يكون هناك طريقة بديلة للتفكير فيما تفعله عندما تتحرك هذه المسافة، ودعونا نفكر بذلك. لنفترض أن لدي خط آخر هنا، ربما أنك ستخمن بأن هذا سيكون خط أعداد لوغاريتمي، لقد أعطينا أنفسنا بعض المساحة، ودعونا نبدأ هذا الخط اللوغاريتمي بالعدد 1. سأدعكم تفكرون بعد هذا العرض لماذا لم أبدأ من الصفر، وإذا بدأت من 1 من ذلك الانتقال لازلت أرغب بتعريف نفس المسافات تلك بأنها ستكون أصغر بقليل، لكن بدلا من أن أقول أنها نفس المسافة مع إضافة 10 عندما أتحرك إلى اليمين، سأقول أنه عندما أتحرك إلى اليمين تلك المسافة على خط الأعداد الجديد هذا الذي قمت برسمه، فإن تلك المسافة نفسها ستكون كأن أضرب بـ10، فإذا تحركت تلك المسافة سأبدأ من 1 وأضرب بـ10، وهذا يوصلني إلى 10، ثم إذا ضربت بـ10 مرة أخرى، إذا تحركت تلك المسافة مرة أخرى فأنا أضرب بـ10 مرة أخرى وهذا سيوصلني إلى 100. وأعتقد أنه يمكنك بالفعل أن ترى المسافة الحاصلة. الآن ماذا بالنسبة للانتقال إلى اليسار؟ حسنا، نحن بالفعل قد قلنا ما يحدث، لأنه إذا بدأت من هنا ستبدأ من 100 ونتحرك إلى اليسار في هذا الاتجاه، ماذا سيحدث؟ حسنا، لقد قسمت على 10 توصلني إلى 100 تقسيم 10 تساوي 10، و10 تقسيم 10 تعطيني 1،
وإذا تحركت تلك المسافة إلى اليسار مرة أخرى سأقسم على 10 مرة أخرى، هذا سيوصلني إلى 1 تقسيم 10. وإذا تحركت تلك المسافة إلى اليسار مرة أخرى هذا سيوصلني إلى 1 تقسيم 100. إذن الفكرة العامة هي مهما كانت المسافة التي تحركتها إلى اليمين فأنا بذلك أضرب نقطة البداية 10 لعدة مرات. وعلى سبيل المثال عندما أتحرك ضعف تلك المسافة فإن هذه المسافة كلها لقد قطعتها مرتين، إذن هي تعادل 10 ضرب 10، ما يساوي ضرب 10 للقوة 2. إنني أضربها 10 مرفوعة لقوة تساوي عدد المرات التي تحركتها إلى اليمين، نفس الشيء إذا انتقلت إلى اليسار بنفس المسافة المضاعفة، دعوني أفعل ذلك بلون جديد. إذا انتقلت إلى اليسار بنفس المسافة المضاعفة فإن هذا سيعادل القسمة على 10 مرتين، أي تقسيم 10 تقسيم 10. حسنا، طريقة التفكير به هي 1 على 10 مرفوعة للقوة 2، أو نقسم على 10 مرفوعة للقوة 2، وهي طريقة أخرى للتفكير، وربما أن هذا يكون بديهي بعض الشيء ويمكنك بالفعل أن ترى لماذا أنه منطقي. بالطبع يمكننا على خط الأعداد هذا أن نعين العديد من الأشياء، ثم أنه يمكننا على خط الأعداد هذا أن نصل إلى 100، ثم يمكننا الحصول على بعض التفاصيل الجيدة إذا أردنا أن نصل للأسفل إلى 1 على 10. هنا على القياسات الكمية الصغيرة لا نحصل على تفاصيل وأيضا لا نصل إلى أعداد كبيرة، وإذا تحركنا لمسافة أكبر بقليل سنصل إلى 1000 ثم إلى 10,000 وهكذا. بإمكاننا أن نغطي مساحة أوسع على هذا الخط، لكن ما هو واضح أيضا هو أنه عندما نتحرك مسافة ثابتة على خط الأعداد هذا فنحن نضيف أو نطرح ذلك المقدار. فإذا تحركنا تلك المسافة الثابتة بالتالي سنتجه إلى اليمين، وإذا تحركنا إلى اليسار سنطرح، وعندما تفعل نفس الشيء على خط الأعداد اللوغاريتمي، وهذا صحيح لأي خط أعداد لوغاريتمي، ستقيس بعامل ثابت. الآن ما هو ذلك العامل الثابت؟ إنه فكرة الأسس. فإذا أردتم أن تقولوا أين تقع الاثنين على خط الأعداد هذا ستفكرون حسنا إذا سألت نفسي أين تقع 100 على خط الأعداد هذا. في الواقع ربما أن هذا مكان أفضل لكي نبدأ منه، فإذا قلت إذا لم أقم بتعيينها بالفعل سأقول كم عدد المرات التي علي أن أضربها 10 حتى أحصل على 100، هذا يوضح كم عدد المرات التي أحتاجها لأتحرك هذه المسافة، وبالتالي سيوجه لي السؤال 10 مرفوعة لأي قوة ستساوي 100، ثم سأحصل على علامة الاستفهام تلك يساوي 2، ثم سأتحرك عدة مساحات كي أصل إلى 100. هناك طريقة أخرى لتعيينها، إن هذا يعادل لوغاريتم الأساس 10 لـ100 كم يساوي. علامة الاستفهام تلك بكل وضوح تساوي 2، ولذلك أكون بحاجة لأن أعين 100 لمرتين من هذه المسافة باتجاه اليمين. وحتى نجد أين سأعين الاثنين سأفعل الشيء نفسه، سأقول 10 مرفوعة لأي قوة ستساوي 2، أو كم يساوي لوغاريتم الأساس 10 لـ2. وبإمكاننا أن نستخرج آلة حاسبة موثوقة ونقول لوغاريتم، وعلى معظم الآلات الحاسبة يكون الزر عبارة عن لوغاريتم فقط دون أساس محدد،
فهنا يكون الأساس 10. إذا لوغاريتم الاثنين يساوي 3 بالعشرة تقريبا 301 بالألف. ما يوضحه هذا أننا بحاجة لأن نتحرك بمقدار هذا الكسر من هذه المسافة لنصل إلى 2. فإذا تحركنا كل هذه المسافة فكأننا نضرب 10 بـ10 للقوة 1، لكن بما أننا حصلنا على فاصلة 301، بالتالي علينا أن نتحرك بمقدار فاصلة 301 من هذه المسافة، وهذا تقريبا يساوي 1/3. سيكون تقريبا في الواقع أقل من 1/3 بقليل. إذا 2 ستكون، دعوني أسحبها لليمين قليلا، إذا 2 ستقع هنا. وما هو مدهش الآن أن هذه المسافة بشكل عام على خط الأعداد اللوغاريتمي هذا تعني أن نضرب بـ2. فإذا تحركنا بنفس مقدار المسافة مرة أخرى سنصل إلى 4. إذا ضربنا نفس المسافة تلك مرة أخرى سنصل إلى 4. وإذا تحركنا نفس المسافة لمرة أخرى سنصل إلى 8. وإذا قلت حسنا أين علي أن أضع 5 على خط الأعداد هذا؟ حسنا هناك عدة طرق لفعل ذلك. يمكنك أن تجد ما هو أساس 10 للوغاريتم 5 وتجد موقعه على خط الأعداد هذا، أو يمكنك أن تقول انظر إذا بدأت من 10 وإذا تحركت هذه المسافة إلى اليسار فسأقسم على 2. إذا تحركت هذه المسافة إلى اليسار سأقسم على 2، وأعلم أن هذا فوضوي، وربما سنقوم بعمل عرض آخر نتعلم فيه كيفية رسم صورة نقية لهذا. إذا بدأت من 10 وانتقلت نفس المسافة، بالتالي أنا أقسم على 2، إذا هذا سيكون 5. الآن السؤال التالي، أين أعين الثلاثة؟ حسنا يمكننا أن نفعل نفس الشيء الذي فعلناه مع 2. نسأل أنفسنا ما هي القوة التي علي أن أرفعها لـ10 كي أحصل على 3. حتى أحصل على ذلك سنستخرج الآلة الحاسبة مرة أخرى. لوغاريتم الأساس 10 لـ3 يساوي 0.477، وهذا منتصف الطريق تقريبا. ستكون منتصف المسافة تقريبا، منتصف تلك المسافة ستبدو كذلك. إذا 3 ستقع هنا، ويمكنك استخدام اللوغاريتم. دعونا نرى، لقد فقدنا 6، 7، و8. لقد فقدنا 9، وحتى نحصل على 9 علينا أن نضرب بـ3 مرة أخرى. إذا هذه 3، وإذا تحركنا نفس المسافة سنضرب بـ3 مرة أخرى، ستكون ثابتة هنا 9. وإذا أردنا الحصول على 6 فعلينا أن نضرب بـ2، ونحن بالفعل نعلم المسافة لنضرب بـ2، إنها عبارة عن هذه. إذا نضربها بـ2 وتضع نفس المسافة وستحصل على 6. وإذا أردت إيجاد موقع 7 مرة أخرى يمكنك أن تأخذ اللوغاريتم. دعوني أفعل هذا هنا. نأخذ لوغاريتم 7 وهو تقريبا يساوي 85%، إذا 7 ستكون ثابتة هنا تقريبا. مجموعة من الأشياء المتقنة التي ستقدرها أولا، يمكننا أن نلائم أكثر على هذا القياس الكمي اللوغاريتمي، وكما فعلت في عرض سابق حيث تحدثت عن كيفية فهم عدة أشياء بالكميات القياسية اللوغاريتمية. إذا هذه طريقة جيدة لكي تفهم بعض من إدراك الإنسان، لكن الشيء المذهل الآخر هو عندما نتحرك مسافة ثابتة على هذا القياس اللوغاريتمي فنحن نضرب بثابت.
الآن الشيء الغريب في هذا، وربما أنك قد لاحظته بالفعل، أننا لم نرى الأعداد مصفوفة بالطريقة النموذجية التي نراهم بها. هناك قفزة كبيرة من 1 إلى 2، ثم قفزة أصغر من 3 إلى 4، وأصغر من ذلك من 4 إلى 5، وأصغر منها من 5 إلى 6، ومن ثم 7، 8، 9. إذا 7 ستقع هنا، ستكون ثابتة أقرب وأقرب وأقرب، ومن ثم نصل إلى 10، ثم نحصل على قفزة كبيرة، لأنه مرة أخرى إذا أردنا أن نصل إلى 20 فعلينا أن نضرب ب2. إذا مرة أخرى هذه المسافة توصلنا إلى 20، إذا تحركتم هذه المسافة هنا فسوف تصلون إلى 30، لأننا نضرب ب3، إذا هذه المسافة مضروبة ب3. إذا فعلتم ذلك مرة أخرى، إذا تحركتم تلك المسافة ستصلون إلى 30، فأنتم تضربون ب3، ثم يمكنكم أن تعينوا الشيء نفسه مرة أخرى هنا. لكن أتمنى أن هذا أعطاكم المزيد من البداهة لتفسير ما تبدو عليه خطوط الأعداد اللوغاريتمية، أو لما تبدو القياسات الكمية اللوغاريتمية بهذه الطريقة التي هي عليها، وأيضا أن تعطيكم بعض التقدير لتفسير فائدة هذا.